بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إبراهيم مشعل. النهاردة هنتكلم عن إدارة المشروعات، إزاي نتأهل لامتحان مدير مشروعات محترف BMP Project Management Professional. الامتحان ده بيتم تنفيذه من معهد إدارة المشروعات BMI في بنسلفانيا، وشهادة BMP تعتبر من أهم الشهادات المطلوبة في مجال إدارة الأعمال، وخاصة في الإدارة الوسطى إدارة المشروعات. إن شاء الله هتكون الرحلة بتاعتنا في إدارة المشروعات على خلال 10 مناطق للمعرفة. 10 مناطق المعرفة زي ما واضح قدام حضراتكم: إدارة السكوب مانجمنت أو نطاق المشروع، التايم مانجمنت اللي هي إدارة وقت المشروع والتخطيط لجدولة مهام المشروع، الكوست مانجمنت الا وهي اداره تكاليف المشروع، الكواليتي مانجمنت اداره جوده المشروع، الهيومن ريسورس مانجمنت هي اداره الموارد البشريه، كوميونيكيشن مانجمنت اداره التواصل، ريسك مانجمنت اداره المخاطر، بروكيرمنت مانجمنت اداره التوريدات، وبالاضافه الى الستيك هولدر مانجمنت إدارة أصحاب المصالح. وبنجمع كل مناطق المعرفة دي في النهاية في البروجكت انتجريشن مانجمنت، لأن مدير المشروع مش بيدير منطقة معرفة لوحدها، أو ما بيكونش واخد دور إنه بيدير الكوست فقط أو التايم فقط. مدير المشروع مسؤول عن جميع مناطق المعرفة الخاصة بالمشروع، فبالتالي لازم يكون في انتجريشن بشكل منتظم، والمشروع يتم بشكل متكامل طول الوقت. طيب، مبدئيا اعرفكم بنفسي، انا ابراهيم مشعل، بروجكت مانجر كونسلتنت واجايل كوتش، شغال مينلي في السوفت وير ديفلوبمنت من حوالي 12 سنة، وليا 7 سنوات خبرة في ادارة المشروعات في التدريب والكوتشنج والاستشارات وهكذا. اغلب شغلي في البيزنس اناليسز، الشير بوينت ديفلوبمنت وادمنستريشن، الاي ار بي كونسلتيشن، الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول، والكونفيجريشن مانجمنت بما فيها بعض الميثودولوجيز الخاصه بشركات السوفت وير هاوسز زي الاجايل والسكرام والسيكس سيجما والايتل وهكذا. بيانات التواصل زي ما موجود مع حضراتكم، لو احتاجتوا تواصلوا في اي وقت تحت امركم. الكورس زي ما موجود قدام حضراتكم هيبقى متقسم ل10 ايام. اليوم الاول ان شاء الله هنتكلم فيه عن الامتحان الخاص بشهادة إدارة المشروعات BMP، وهنتكلم عن الفريمورك الخاص بإدارة المشروعات BM Framework Project Management Framework. اليوم الأول بيغطي الـ3 شابتر الأولانيين من كتاب البيمبوك. البيمبوك هو البادي أوف نوليدج الخاص بالسيرتيفيكيشن اللي احنا بنتأهل ليها دلوقتي، أو هو السيليبس اللي احنا هنركز عليه أثناء دراستنا لإدارة المشروعات. البيمبوك هو أهم كتاب بنستخدمه كمرجع في إدارة المشروعات، وبيجي منه تقريبا 60% من الأسئلة في الامتحان، فطبعا هو أهم كتاب بالنسبة لنا في عملية القراءة والمراجعة. ده اليوم الأول. اليوم الثاني إن شاء الله نتكلم فيه عن السكوب مانجمنت، التايم مانجمنت في اليوم الثالث، اليوم الرابع كوست، اليوم الخامس كواليتي، وهكذا لحد لما نتم الـ10 أيام في الرحلة بتاعتنا للتأهيل الامتحان الخاص بالBMP. نبدأ بسم الله. الهدف من التريننج بتاعنا، او الهدف من الدراسة عندنا، اولا ان احنا نكون فاميليار مع معهد ادارة المشروعات والسيرتيفيكتس اللي بيقدمها، شهادة الBMP، الكود اوف كوندكت، الاسكس، الاساسيات اللي احنا محتاجين نعرفها، المصطلحات الهامة في عملية الادارة، بحيث ان احنا لما نيجي نتواصل مع ناس شغالين معانا في نفس المجال يبقى لينا اللغة الخاصة بينا او الترمينولوجي الخاصة بينا اللي احنا بنسميها تبع، لو احنا تابعين لانه نفس النظام اللي ماشي بيه BMI بنسميها BMI ازمس، تمام. فبالتالي محتاجين ان احنا نكون عارفين المصطلحات الاساسية في ادارة مشروعات، الشهادات الاساسية اللي بتصب في خدمة ادارة مشروعات زي السيرتيفايد اجايل براكتيشنر، او اللي هي اسوشيت بروجكت مانجر، ريسك مانجمنت بروفيشنال، بورتفوليو مانجمنت بروفيشنال، بروجرام مانجمنت بروفيشنال، وهكذا. هنتعرف ازاي الامتحان بيجي وايه الحاجات المهمه اللي موجوده في الامتحان،
وهنتكلم عن البين بوك ونغطي المادة العلمية اللي موجودة في داخل البين بوك بالترتيب زي ما الكتاب ماشي. مبدئيا البي ام اي هو معهد إدارة المشروعات، تم تأسيسه سنة 1969 بخمسة فقط متطوعين، مكانه في بنسلفانيا USA. حاليا في أكثر من 700,000 ممبر حول العالم واخدين الممبرشيب مع البي ام اي. الشهادات اللي بيمنحها البي ام اي حاليا هي CABM Certified Associate Project Manager، ودي بياخدها لما يكون حد بادئ في إدارة المشروعات وبيكون خبرته قليلة في إدارة المشروعات، فبيفضل ان هو يقدم على السيرتيفيكت دي، لان اولا المادة العلمية فيها اقل من البي ام بي، اقل كسكوب او كدسامة في المادة العلمية. ثانيا المتطلبات بتاعة السيرتيفيكيشن اقل من متطلبات البي ام بي، سواء اذا كان في عدد السنوات الخبرة او في اللي هي شهادة الشهادات الجامعية نفسها. Project Management Professional، ودي اشهر شهادة موجودة عالميا في ادارة المشروعات. تمام، في عندنا البروجرام مانجمنت بروفيشنال، الاجايل سيرتيفايد بروفيشنال، ودي خاصة بالشركات اللي بتشتغل بميثودولوجي الاجايل والتطبيقات اللي هي متوافقة مع نظام الاجايل في ادارة المشروعات. عندنا بعد كده الريسك مانجمنت بروفيشنال والسكادولينج بروفيشنال، وده خاصة بالبلانرز، الناس اللي بتشغلها مينلي في عملية التخطيط للمشروعات. بورتفوليو مانجمنت بروفيشنال للناس اللي بتدير عدد كبير من المشروعات، فبالتالي بيكونوا مديرين لمديرين المشروعات او مديرين لمديرين البرامج، فبالتالي بيكونوا مديرين للبورتفوليو، فدي من اكبر الشهادات في سكوب الدراسة بتاعها. وبعد كده عندنا البيزنس اناليسيس بروفيشنال، ودي برضو بيتم منحها من البي ام اي. زي ما قلنا ان احنا عندنا مجموعة من المصطلحات اللي بيتكلم بيها مديرين المشروعات اللي هي بنسميها البي ام اي ازمس. البي ام اي ازمس دي هي المصطلحات المشهورة اللي بيستخدمها كل البي ام بيز، كل سيرتيفيكت هولدرز، كل الحاصلين على شهادة البي ام بي. تمام، فبالتالي محتاجين يبقى ليهم زي دليل او ريفرنس نرجع للمصطلحات الاساسية ونوحد عليه المفاهيم اللي احنا بنشتغل عليها. في عندنا شهادة بيتم منحها ايضا من البي ام اي ولكن للشركات وليست للافراد، بتقيس بيها نضج الشركات دي في ادارة المشروعات او نضج الانظمة المؤسسة داخل الشركة في ادارة المشروعات، بنسميها OBM3. OBM3 هي Organizational Project Manager Maturity Model. اوكي، هي معمولة علشان يحصل عليها الشركات وتقيس نضج الشركات في ادارة المشروعات وسيستم ادارة المشروعات داخل الشركات. بالنسبة لامتحان البي ام بي، في حاليا حوالي اكتر من 600 وشوية الف ممبر سيرتيفايد. تمام، 272 شارتر تشابتر حول العالم في 104 دولة موجود فيهم السيرتيفيكت هولدرز اللي هم حاصلين على شهادات البي ام بي. متطلبات امتحان البي ام بي، اول حاجة يكون في عندنا خبرة، وهنتكلم بالتفصيل عدد سنوات الخبرة المطلوبة في ادارة المشروعات. تاني حاجة محتاج يكون عندنا دراسة في علم إدارة المشروعات، ويكفينا ان احنا يكون عندنا 35 ساعة معتمدة في إدارة المشروعات، بس طبعا نكون جامعيين او نكون حاصلين على مؤهل ثانوي. تمام، ولو جامعيين يعني معنا بكالوريوس فيما فوق، فبالتالي بيكون عدد سنوات الخبرة اقل من حاصل الثانوية العامة. بعد كده لازم نعمل باص للامتحان نفسه، والامتحان هنتكلم عنه بالتفصيل والملاحظات اللي احنا محتاجين نخلي بالنا منها في الامتحان. بعد كده محتاجين ان احنا نكون ملتزمين بالكود اوف بروفيشنال كوندكت او بالمعايير المهنية الخاصة بمعهد ادارة المشروعات، بحيث ان اي حد سيرتيفايد بي ام اي لازم يلتزم بهذه المعايير المهنية اثناء ادارته للمشروعات. هنتكلم عن حاجة اسمها البروسيس جروبس، او هي المراحل اللي بيمر بيها اي مشروع ايا كان نوعه ايا كانت الصناعة الخاصة بيه. اي مشروع في البداية لازم يبقى فيه مرحلة اسمها انيشيشن او مرحلة البدء، بعد كده مرحلة البلانينج او مرحلة التخطيط،
بعد كده مرحله الاكسكيوشن اللي هي مرحله التنفيذ، وبعد كده مونيتور اند كنترول مرحله التخطيط، مرحله المتابعه والتحكم، وفي نهايه المشروع لازم يكون عمليه الكلوجر اللي هي اغلاق المشروع. تمام. طيب المراحل دي بتتم بشكل على التوازي مش على التوالي، يعني هي مش سيكوينشال، هي اوفرلابد بروسيسز. تمام. فبالتالي لما يجي لي سؤال في الامتحان يسالني هي سيكوينشال ولا اوفرلابد، لا هي اوفرلابد، بمعنى ان ممكن اكون بعمل تخطيط لشيء معين وبعمل اكسكيوشن في نفس الوقت لاكتيفيتي تانية داخل المشروع، ومونيتور اند كنترول هو اصلا وقت المشروع كله من البدء حتى الاغلاق. فبالتالي كل المراحل اللي عندنا في المشروع هي بس لتحديد الادوار والتحديد الاكتيفيتيز اللي احنا محتاجين نقوم بيها في المرحله دي، ولكن المراحل مش سيكوينشال، هي اوفرلابد، بتمشي بشكل متوازي مع بعضها. طيب الامتحان بتاع البي ام بي، علشان ندخل على الامتحان اول حاجه لازم نعمل سبمشن، فبالتالي لازم نملى ابلكيشن. تمام. وانس ان انا ببقى ممبر، يعني بكاريت اكونت على الويب سايت الخاص بالبي ام اي، بدخل على bmi.org. تمام. معايا 90 يوم املى الابلكيشن، اللي هو هيديني عباره عن ان انا املى الابلكيشن اونلاين. طبعا يفضل ان يكون معانا اكسل شيت نملى فيه الابلكيشن اللي هنكتب فيه كل الشهادات الخاصه بينا والمشروعات اللي احنا اشتغلنا عليها ونسب المجهود اللي احنا بذلناها في كل مشروع من المشروعات وعدد الساعات اللي كانت في كل مشروع. فبالتالي الموضوع مرهق جدا ان احنا نعمله وان شوت اونلاين، فبالتالي يستحسن ان احنا نعمله على ملف اكسل خارجي ننظم فيه هذه، يعني ننظم فيه الجزئيات بحيث ان احنا على الاقل نتاكد ان احنا ماشيين على عدد الساعات المطلوبه حسب الخبره اللي موجوده عندنا في اداره مشروعات وحسب المؤهل العلمي اللي احنا حاصلين عليه. بعد كده بعد ما بنملى الابلكيشن بنعمل سبميت للابلكيشن، بيحصل ريفيو للابلكيشن في خلال 5 ايام من قبل البي ام اي. بعد ما بيحصل ريفيو على الابلكيشن بيسمحوا لنا ان احنا نقدر ندفع مبلغ الامتحان، وبالتالي بعد ما بندفع مبلغ الامتحان بيبقى معانا 1 year eligibility. طيب لو الابلكيشن وقع في حاجه اسمها الاوديت، او يعني هم بياخدوا نسبه معينه من الابلكيشنز اللي بتتقدم ان هم يعملوا عليها اوديت وفيريفيكيشن للتاكيد من صلاحيه المعلومات المقدمه من الشخص المقدم على الامتحان، فبالتالي لازم في خلال الفتره اللي هو فيها مديها له للاوديت ان هو يبعت، هو مديله 90 يوم يبعت كل الاوراق اللي تثبت ان هو فعلا حاصل على الشهادات دي وحاصل على واشتغل المشروعات دي كخبرة عملية بالفعل من الشركات اللي تم العمل فيها. فبالتالي لو احنا بنقدم على الامتحان محتاجين ان احنا نكون متأكدين ان الشركات هتقدر تقدم لنا ايفيدنس على، او هتقدم لنا دليل يثبت ان احنا اشتغلنا فيها المشروعات دي بالنسب الموجودة وبالارقام الموجودة. يعني لو في شركة مش هتقدر توفر لي الايفيدنس يستحسن ان انا مكتوبهاش في الابليكيشن علشان ما يحصلش عندي نوع من عدم، ويعني من عدم الثقة ما بيني وبين البي ام اي. بعد ما بيبقى خلاص بيقبلوا مني الابليكيشن ببتدي اقدم على الامتحان، وربنا يوفقكم جميعا. بعد ما بقدم على الامتحان انا بعرف النتيجة في نفس الوقت. تمام. والشهادة بتيجي في خلال ايام. بعد كده بيبقى معايا 3 سنوات validity للشيرتيفيكت اللي معايا، يعني انا شهادة البي ام بي مش صالحة مدى الحياة، شهادة البي ام بي صالحة لمدة 3 سنوات فقط. بعد الثلاث سنوات محتاج ان انا اجدد البي ام بي بتاعتي. اجدد البي ام بي بتاعتي عن طريق حل من الاثنين، والافضل طبعا ان انا احتفظ بالشهادة. فبالتالي الحل الاول ان انا احصل على 60 BDU. 60 BDU يعني 60 Professional Development Unit. البي ام اي بتفرض عليا ان انا عشان الشهادة بتاعتي تفضل valid لازم اخد امارس مجموعة من الانشطة في ادارة المشروعات. هما طبعا عاملينها في الموقع عندهم مفصلين ايه الانشطة دي. في الغالب الانشطة دي بتكون يا اما تدريب، يا اما انشطة تطوعية، يا اما ان انا اشترك في كونفرنسز معينة، في ويبينارز معينة، انظم اي اكتيفيتي بتضيف لعلم ادارة المشروعات. وبالتالي بعد ما بخلص الاكتيفيتي باخد كليم
بعدد النقط بحسب عدد الساعات اللي انا شغلتها في الاكتيفيتي دي، بيديني كليم للنقط، يعني بيعوضني بالاكتيفيتي دي بنقط معينه. وانس ان انا بكمل في خلال الثلاث سنوات 60 بروفيشنال ديفلوبمنت يونت، اقدر ادفع مصاريف التجديد واحصل على ثلاث سنوات اضافيه للبي ام بي. الا اذا لو انا ما قدرتش احصل على 60 بروفيشنال ديفلوبمنت يونت، هضطر ان انا ادخل الامتحان مره تانية. تمام؟ فبالتالي لازم ان احنا يعني نحاول نحافظ على سيرتيفيكت البي ام بي، وكده كده احنا لازم نطور نفسنا بشكل منتظم. فدايما نحاول ان احنا كل ما نعمل اي اكتيفيتي ناخد عليها كليم من معهد اداره المشروعات. طيب البي ام بي زي ما قلنا متطلباتها في الخبره، بالنسبه لو حد سكندري ديجري، يعني لو حد حاصل على ثانويه، فبالتالي بيبقى مطلوب منه ان هو مينيمم 5 سنوات خبره. تمام؟ 5 سنوات خبرة، وعلى الأقل يقدم ما يثبت أنه اشتغل 7500 ساعة في علم إدارة مشروعات، يعني أنه هو كان مسؤول عن الكوستينج أو السكادولينج أو البلانينج أو المونيتور اند كنترول، اتش ار اكتيفيتيز. أهم حاجة أنه يكون بيعمل اكتيفيتيز فيها إدارة. تمام؟ يثبت أنه هو الاكتيفيتيز دي اشتغلها لمدة 7500 ساعة، وياخد تريننج اللي هو الاكزام بريبريشن اونلاين من مركز معتمد او من مركز تدريب اونلاين معتمد، ان هو برضه بيختبره وبيديله 35 كونتاكت اور. ولو هو خريج جامعي يعني باشلر ديجري، فبالتالي المفروض محتاجين منه فقط 3 سنوات خبره، وفي خلال الثلاث سنوات دي او اكتر من 3 سنوات لازم يكون اشتغل حوالي 4500 ساعة مش أقل من كده، وبرضو مطلوب منه ال 35 كونتاكت أور اللي بياخدهم من التريننج اللي هياخده أونلاين أو هياخده من مركز تدريب معتمد. طيب بالنسبة للتكلفة، تكلفة الامتحان بتكون بالدولار. تمام؟ للنون ممبر 555 دولار، ولو أنت أخدت ممبر شيب فبالتالي بتكون تكلفة الامتحان بالنسبة لك اعتقد 400 دولار فقط. تمام؟ او 405 دولار فقط. ده بالنسبه للامتحان اللي على الكمبيوتر. اما البيبر بيست تيستينج ده ما بيكونش غير للناس المتواجدين في الاماكن اللي بتسمح بيها، وده طبعا مش متاح حاليا في الشرق الاوسط. طيب الاوديت بروسيس زي ما قلنا، لو حد وقع في الاوديت لازم بيوفر جميع المستندات اللازمه للامتحان. هنتكلم عن التيبس والتريكس اللي محتاجين نركز عليها في الامتحان، خليها للاخر. تمام؟ نبدا في علم اداره المشروعات او في المنهج بتاعنا المقرر. المقرر اللي احنا هنذاكر منه هو البين بوك 5th اديشن. حاليا الفيفث اديشن هو الكتاب الفاليد لحد اول 2017، فبالتالي متاح معانا لحد منتصف 2017 ان احنا نقدر ندخل امتحان على الفيفث اديشن. عامه التغييرات ما بين الفيرجن والتاني ما بتكونش جوهريه، بتكون اختلافات بسيطه. يعني حتى لو احنا ذاكرنا على الفيفث وملحقناش ندخل الامتحان، بناخد فتره بسيطه ان احنا نراجع التغييرات اللي نزلت على السيكس اديشن ونطور نفسنا عليها ونظبط نفسنا ان احنا نخش الامتحان على السيكس اديشن. ولكن طبعا ريكومندد ان انا لما اخد الكورس احاول ان انا ما اتعداش شهرين او 3 شهور من بعد ما باخد كورس الاكزام بريبريشن ان انا اقدم على الامتحان، ويكون الفتره بتاعه الشهرين او 3 شهور بتكون فتره مراجعه ومذاكره وحل اسئله بشكل متواصل، بحيث ان الامتحان دايما بيعتمد على خبرتي في حل الاسئله وخبرتي في التصرف في مواقف معينه كمدير مشروع. البين بوك زي ما حضراتكم شايفين الغلاف بتاعه هو ده الكتاب اللي احنا محتاجين نشتغل عليه 5th edition، مكون من 4 سكاشن اللي يهمنا السكشن الاول والتاني والتالت. السكشن الاول والتاني دول بيتكلموا عن البروجكت مانجمنت فريم ورك والمانجمنت بروسيسز اللي هما اللي اتكلمنا عنهم، الانيشيشن والبلاننج والاكسكيوشن والمونيتور اند كنترول والكلوجر. طيب اما بالنسبه لل السكشن الثالث بيتكلم عن كل نوليدج اريا لوحدها، يعني بيتكلم عن النوليدج ارياز بشكل منفصل. تمام؟ فبيبتدي طبعا بالسكوب وبعدين التايم وهكذا لحد لما بيوصل لحد الستيك هولدرز. وطبعا هو بادئ بالانتجريشن، بس انا لما ببتدي اشرح
بحب اخلي الانتجريشن في الاخر، لان الانتجريشن بيدينا رؤية متكاملة، فبنجمع معاه كل اللي فاتنا. تمام، فانا بدي نبذة بسيطة عن الانتجريشن في الاول لما بشرح، وبعد كده بخلي الانتجريشن بشكل تفصيلي في اخر يوم في السيشنز خالص، بحيث ان اقدر احصل اكتر استفادة ممكن. هنبدأ نتكلم عن ايه هو المشروع، what is the project، ايه هو علم ادارة المشروعات، وايه هي الفروق اللي بين المشروع والبروسس او العمليات، ادارة المشروع وادارة العمليات. اولا المشروع زي ما حضراتكم شايفين هو temporary. يعني ايه temporary؟ يعني شيء مؤقت، مجموعة من الجهد بيبذل لوقت معين علشان نطلع بنتيجة معينة. تمام، فالمشروع مش شيء متكرر بشكل دوري انفينيت ما بينتهيش، زي إدارة العمليات، زي خدمة العملاء، زي العمليات اللي هي بتبقى متكررة وملهاش معاد لإنهائها وملهاش نتيجة نهائية. تمام، نتيجتها بتتجدد بشكل تدريجي. فبالتالي تعريف المشروع: project is temporary endeavor undertaken to create unique product or service or result. يعني المشروع بالنسبة لي لازم يكون له بداية ونهاية، والنهاية دي بنسميها في علم إدارة المشروعات deadline. تمام، project deadline. المشروع لازم يكون بيقدم قيمة فريدة، يا إما بيديني تمكين من حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. تمام، والمشروع ده بيكون من احد محدداته ان هو progressively elaborated، يعني بيتضح متطلبات المشروع بشكل تدريجي اثناء عملية التخطيط. يعني اول يوم في المشروع ما بكونش عارف كل تفاصيل المشروع، ولكن لو انا في مرحلة الف او في اول مرحلة من مراحل المشروع، ممكن اكون بخطط لمرحلة اللي بعدها، والمرحلة الثالثة ما عنديش تفاصيل ليها. تمام، فبالتالي المتطلبات بتظهر اول باول. يعني انا شغال في مرحله A، بعمل اكسكيوشن في مرحله A، مرحله B حاليا انا بعمل ليها بلاننج، مرحله C بالنسبه لي شيء مش محدد التفاصيل، ولكن عارف بس الاوت لاينز الاساسيه فيه. وانس ان انا خلصت مرحله A ابتدي في مرحله B، ابتدي اخطط مرحله C وهكذا، ابتدي اجمع التفاصيل الخاصه بكل مرحله قبل ما ببدا فيها بفتره معينه. ده الفرق ما بين البروجكت والاوبريشن. الاوبريشن الكلمه اللي هي دايما بتوصفها ان هي ongoing، يعني شيء متكرر وشيء مستمر، ongoing and repetitive. طيب ده الفرق ما بين المشروع والاوبريشن. ايه هو البروجكت مانجمنت؟ البروجكت مانجمنت هو علم تطبيقي وليس علم نظري وليس علم فلسفي. تمام، هو علم تطبيقي بيهتم بتطبيق مجموعة من المعارف والمهارات والتكنيكس أو التقنيات، بطبق الجزئيات دي على المهام اللي موجودة في المشروع عشان أقدر أحقق متطلبات المشروع. يعني لو بنعرفها بالإنجليزي هنقول the application، هي عملية تطبيق، the application of knowledge and skills and tools and techniques to project activities to meet the project requirement. ده تعريف علم إدارة المشروعات. فبالتالي الانبوتس بتاعتي ان في نوليدج، في سكيلز، في تكنيكس، بيتم تطبيق الجزئيات دي، الانبوتس دي على البروجكت اكتيفيتيز، فبالتالي انا باخد الاوتبوت من عملية إدارة مشروعات اللي هي ان انا بحقق بالفعل achieving project requirements. طيب بالنسبة لإدارة المشروعات، اي مشروع في الدنيا بيكون له محددات ثلاثة مهمة جدا. اول شيء نطاق المشروع. المشروع محدد من مجموعة من المهام او مجموعة من المتطلبات اللي محددها لي طبعا الكاستمر بالاتفاق مع الشركة المنفذة للمشروع. يجي بعد كده عندي وقت المشروع، وده محدد مهم جدا، كونسترين مهم جدا بالنسبة للمشروع. تالت حاجة هي الكوست، اللي هي تكلفة المشروع او البادجت المحددة للمشروع اللي انا ما اقدرش ازود عنها، غير طبعا في حالات حرجة جدا، وساعتها لازم يحصل فيها عمليات تشينج ريكوست وتفاصيل كتير جدا. فبالتالي انا محدد كمشروع بثلاث جزئيات: متطلبات المشروع او نطاق المشروع اللي هو السكوب،
وبعد كده التايم وبعد كده الكوست. لو قدرت احقق الثلاثه دول ان انا ابقى محقق فعلا البروجكت سكوب وزن تايم تمام اند وزن بادجت، فبالتالي المشروع ده بيبقى بالنسبه لي هاي كواليتي بروجكت. فالهاي الكواليتي اوف ذا بروجكت بتتحدد بناء على الثلاث محددات دي، فبالتالي السكوب والتايم والكوست لو تم انجازهم بالشكل المطلوب فبالتالي المشروع ده بيعتبر مشروع ناجح ومشروع هاي كواليتي. اما لو في جزئيه من الجزئيات دي، وهي دي اهم جزئيات في المشروع، ما تمش تنفيذها بشكل سليم، يعني انا سلمت متطلبات المشروع ولكن بعد ميعاد التسليم بفتره معينه، فبالتالي انا دلوقتي بيهايند سكيدول تمام، فمتاخر في تنفيذ المشروع، او اوفر بادجت، انا صارف اكتر من المفروض اصرفه كمشروع، فبالتالي انا كمشروع المشروع ده يعتبر لو كواليتي بروجكت. اما لو المشروع ماشي مع الخطه بالظبط او قريب جدا من الخطه فيعتبر المشروع ده هاي كواليتي بروجكت. طيب تسليمات المشروع او البروجكت ديليفرابلز هي اشياء قابله للقياس تمام، اقدر اقيسها بعد انجازها، زي مثلا انشاء دور معين، تشطيب دور معين، تصنيع شيء معين، فبالتالي انا اقدر اقيس الشيء ده بعد انجازه وبعد نجاحه بمحددات معينه، بسرعه، بسعر، بوزن، بتكلفه وهكذا تمام. بالنسبه لنهايه المشروع دايما بيتقسم لمراحل، في الغالب بيكون في نهايه كل مرحله ديليفرابل مهم بالنسبه لي كتسليم للمشروع، وبنسمي نهايه المرحله فيز اند او فيز اكزيت او ستيج جيت او هاند اوف او كيل بوينتس، اي مسمى من المسميات دي بنسميه في نهايه مرحله المشروع. طيب احنا عرفنا يعني ايه مشروع وعرفنا يعني ايه بروجكت مانجمنت، عايزين نعرف ليه بيتم انشاء المشروعات، يعني ليه شركه بتنشئ مشروع. الدوافع من وراء ان احنا ننشئ المشروع حاجات كتير جدا، اهمها النقاط اللي قدامنا دي، اول حاجه ان يبقى في طلب في السوق محتاج شيء معين، فالسوق متطالب ان احنا نستورد شيء معين ونبيعه، فعمليه الاستيراد والتوريد كمشروع معين تمام له ستارت واند، ممكن يبقى ده ماركت ديموند، طلب سوق تمام. ممكن ان انا انشئ اصنع شيء واقدمه للسوق، برضو ده بالنسبه لي ممكن يبقى مشروع تمام، برضو يبقى ده شيء مطلوب في السوق وانا عملت دراسه سوقيه، دراسه سوقيه يعني ماركت سيرفي، وقدرت اسلم المنتج ده بناء على رغبات السوق. احيانا بيكون انشاء المشروع وفقا لطلبات من الاداره نفسها، يعني هدف من المنظمه، المنظمه بتتوسع مثلا فعايزين برنامج او عايزين يعملوا مشروع للتوسع، فبالتالي بيشتروا عمليه، بيشتروا مكاتب وبيدربوا موظفين وبيعينوا موظفين جدد وهكذا، فبالنسبه لي ممكن اعمل مشروع لاحتياج داخل المؤسسه. ممكن انا يجي لي كاستمر ويطلب مني مشروع جديد، يعني انا شركه مقاولات مثلا ومشروع وكاستمر جاء طلب مني انشئ له فيلا او انشئ له بنايه معينه. تكنولوجيكال ادفانسمنت، يعني انا لو في احتياج لتطوير شيء تقني، مثلا في تكنولوجيا جديده نزلت وانا شركه تصنيع، فمحتاج ان انا اواكب التكنولوجيا الجديده فاعمل مشروع لمواكبه التكنولوجيات اللي نزلت، فممكن اعمل مشروع ار ان دي بحيث ان انا اوفي بالمتطلبات اللي نزلت في السوق. ممكن يبقى في ليجال ريكويرمنت تمام، يعني مثلا في قوانين جديده نزلت في الدوله اللي انا فيها، فالاحتياج بيكون لان انا عايز اعمل مطابقه او اعمل كومبلاينس للقوانين الجديده اللي نزلت، فبالتالي بعمل بروجكت جديد علشان يحاول ان هو يقربني من القوانين الجديده ويخليني الايند معاها. احيانا بيكون في احتياج مجتمعي لانشاء بعض المشروعات، برضو ده من الدوافع اللي بتخليني انشئ مشروع جديد. طيب البروجكت مانجر نفسه بقى، ايه دور البروجكت مانجر؟ اغلبنا لما يجي يسال مدير مشروع او لو هو مدير مشروع وحد يساله انت بتعمل ايه، وظيفتك ايه، او التوصيف الوظيفي اللي انت بتعمله، انت دورك ايه، هتقول له انا مدير، فهو مش هيفهم قوي يعني ايه مدير، يعني انت مدير فبالتالي قاعد في المكتب وخلاص وبتطلب وبتأمر وبتنهي وخلاص كده وهو ده دورك. كل وظيفه في الدنيا ليها وصف وظيفي او ليها رول معينه لازم بتقوم بيها. المهام الاساسيه لمدير المشروع ان هو اولا لازم هو يحقق
يعمل انشور، لان البوليسيز والبروسيجرز والكنترولز اللي موجوده داخل المنظمه بيتم مراجعتها ويتم تطويرها. تاني حاجه بيتاكد من ان اصحاب المصالح كلهم عندهم وعي بمتطلبات المشروع وبيعمل لهم مانجمنت، يعني بيتابع وصول المعلومه ليهم وبيعمل معاهم انجيجمنت، يعني بيعمل معاهم تواصل بشكل وطيد جدا علشان يقدر يعظم قيم المشروع بالنسبه لهم، ويحاول يتلافى الناس اللي بالنسبه له ممكن يكونوا ريزيستنت او ان هم يكونوا عقبات في المشروع، ويحاول ان هو يعظم المنافع من اصحاب المصالح اللي هم بالنسبه للمشروع ممولين وهكذا. من ادوار مدير المشروع ان هو بيتاكد من ان جميع الاطراف المعنيه بالمشروع عندها التزام، يعني الموظفين ملتزمين بالحضور والانصراف، ملتزمين بالتسليم، الشركه ملتزمه بالتوريدات، الموردين ملتزمين بان هم يوفروا لي المواد الخام في وقت معين، الكاستمر ملتزم بالدفعات اللي بيدفعها لي في وقت معين. فدي كلها من ادوار مدير المشروع، انه ياكد على جزئيه الالتزام اللي هو الكوميتمنت. من ادوار مدير المشروع ان هو كقائد فريق او كمدير لمشروع في فريق عمل، ان هو بيتاكد ان اداره الاتش ار عنده فعاله وتعمل بشكل كفء، فبالتالي ان هي بتعين الاشخاص الاكفاء، بتختار الاشخاص بشكل جيد، بتدربهم بشكل جيد، بتديرهم وبتتابعهم بشكل جيد، وبتكافئهم وبتقيمهم على اسس سليمه وبشكل سليم. تمام. بعد كده يجي عندي من ادوار مدير المشروع ان هو بيتاكد انه بيتابع عمليه التقارير وبيبعت تقارير لجميع الاطراف المعنيه بشكل كونتينيوس. بيقيس الانجاز مقابل المخطط، يعني دايما بيعمل عمليه مقارنه ما بين الخطه وما بين الانجاز الفعلي. تمام. فدايما ممكن يحصل عنده فاريانس، الفاريانس ده يتطلب من مدير المشروع انه ياخد كوركتيف اكشنز، ولو هو عنده ترند معين شاف ان هيحصل فيه فجوه محتاج انه ياخد اجراء استباقي، فده بنسميه بريفنتيف اكشن. تمام. فمن ادوار مدير المشروع انه دايما يعمل مقارنه ما بين المخطط والمنجز، يعني انا اليوم كان مخطط عندي انتهي من 5 اعمده، فحاليا انا انتهيت من 4 اعمده فقط، فانا متاخر في الزمن، فبالتالي لازم ياخد كوركتيف اكشن علشان يعرف يعالج البطء والتاخير اللي حصل في المشروع. برضه من ادوار مدير المشروع انه بيتاكد من الجوده، بيتاكد من التكلفه، بيتاكد من عدم اهدار الوقت والموارد داخل المشروع، بيتاكد من مطابقه الاهداف اللي موجوده في المشروع وفق اولويه البيزنس اللي هو شغال فيه، وبيحاول انه يستبق زي ما قلنا يتوقع حدوث المشاكل قبل ما تحصل. تمام. اخر حاجة لو شاف ان في شيء ممكن ما يحصلش ومطلوب في المشروع، يحاول ياخد خطوات استباقية بانه يعالج الموضوع من قبل ما يتفاقم وقبل ما المشكلة تكبر. فالمفروض ان مدير المشروع يكون شخص برو اكتف. تمام. ما يكونش شخص ري اكتف، ما ينتظرش لما المشكلة تحصل ويتفاعل معها، لازم يكون برو اكتف بيرسون، يكون شخص استباقي ومبادر بحل المشاكل. بعد كده لما نيجي نتكلم عن المشروع والبرنامج والبورتفوليو، تمام، البروجرام هو مجموعة مشروعات، يعني البرنامج هو مجموعة مشروعات. فبالتالي لو أنا شركة عندي مثلا مجموعة كاستمرز، بعمل الكاستمرز دي كل واحد مشروع معين بس متشابه في الصناعه، يعني ERP سيستم، منشاه، يعني مثلا مستشفيات، انشاء مستشفيات، انشاء طرق وكباري. فانا لو عندي مجموعه مشاريع مرتبطه مع بعض في فكرها وتوجهها، فبالتالي بحطهم كلهم تحت اداره واحده، وبتبقى دي اداره برنامج اللي احنا بنسميه بروجرام مانجمنت، بيدير المجموعه دي بروجرام مانجر. ولو انا الشركه عندي نطاقها اكبر شويه، بتقسم خطوط انتاجها او اداراتها اللي هي شغاله في المشروعات لمجموعه بروجرامز. فبالتالي لو عندي اكتر من بروجرام داخل الشركه، بيديرهم شخص اسمه بورتفوليو مانجر، وبيكون مسؤول عن جميع المشروعات اللي بترن داخل كل البروجرامز دي، فبنسميه البورتفوليو مانجر، وده بيدير طبعا البروجرام
مانجرز وبالتبعيه بيدير البروجكت مانجر. طيب زي ما السكوب اتكلمنا فيه فبالتالي واضح ان البورتفوليو سكوب البورتفوليو اكبر من سكوب البروجرام والبروجرام اكبر من سكوب البروجكت. نقيس ده على التشينج هنلاقي ان التشينج المسؤول عنه البورتفوليو مانجر في البورتفوليو، في البروجرام هو البروجرام مانجر، وفي البروجكت هو البروجكت مانجر. في البلاننج نفس الكلام، في المانجمنت، في السكسس، السكسس بالنسبه للبورتفوليو دايما بنقيس السكسس بناء على بزنس درايفرز وبزنس ميجرمنتس، اما في البروجرامز بنقيسه دايما على ارقام المشروعات، وفي البروجكت دايما بنقيس على المحددات الاساسيه للمشروع زي ما قلنا التايم والكوست والسكادول وهكذا. تمام. بالنسبه للمونيتور والمراقبه، البورتفوليو مانجر هو اللي بيراقب البرفورمانس بالنسبه للانديكيشنز اللي بتحصل، البروجرامز اللي بيديرها هو البروجرام مانجر، والبروجكت اللي بيديرها البروجكت مانجر. مدير المشروع دايما لازم يتوفر فيه مجموعه من الخصائص زي ليدرشيب، القياده، لازم يكون قائد ناجح مش مدير فقط، يعني مش لازم يكون معاه كل السلطات واحسن، يعني في شركات كتير جدا مدير المشروعات للاسف ما بيكونش معاه سلطات كافيه ان هو يقدر يقوم بجميع مهام بتاعته، فبالتالي لازم يكون عنده ليدرشيب سكيلز علشان يقدر يتخطى مشكله الصلاحيات اللي احيانا كتير ما بيكونش معاه كامل الصلاحيات لاداره المشروع. مدير المشروع لازم يكون يقدر يبني فريق، يقدر يعمل تيم بيلدينج، يقدر يعمل موتيفيشن لفريق العمل، يقدر يتواصل بشكل فعال ويستخدم ادوات التواصل الحديثه سواء اذا كانت اونلاين انترنت او عن طريق التليفون او عن طريق حتى الفيس تو فيس كوميونيكيشن. لازم يكون بيقدر يعمل انفلونس، يعني بيقدر ياثر تاثير ايجابي على كل من حوله سواء اذا كانوا اي حد من حوله من الستيك هولدرز الموجودين في المشروع. ديسيشن ميكنج، لازم يكون عنده قدره على اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليه القرار اللي هو اخذه. لازم يكون عنده اويرنس سواء اذا كان بوليتيكال اويرنس او كلتشر اويرنس، لازم يكون عنده وعي. لازم يكون عنده نيجوشيشن سكيلز قويه علشان يقدر يتفاوض وياخد افضل المتاح بالنسبه له. طبعا التفاوض لازم يكون فير، لازم يكون مبني على وين وين ريليشن شيب، ولكن الاساس ان النيجوشيشن، لازم ان مدير المشروع يكون عنده نيجوشيشن سكيلز بحيث ان هو يحاول ياخد افضل الحلول المتاحه بالنسبه له. لازم يبني تراست بيلدينج بينه وبين الكاستمر بحيث انه يولد نوع من الثقه مع الكاستمر. لازم يبقى عنده قدره على حل المشاكل وتخطي المشاكل بشكل سريع جدا، بالعكس لازم يكون مبادر باكتشاف المشكله قبل ما تتفاقم وقبل ما تكبر. لازم يقدر يعمل كوتشنج لفريق العمل وانه يكون يساعدهم احيانا في ان هم يقدروا يقوموا بعمليه الاستيميشن وبعمليه ان هم يديروا وقتهم بشكل سليم، فلازم مدير المشروع يعمل لهم كوتشنج وتدريب. تمام. طيب دي مهارات اداره المشروع. نيجي بعد كده لمسمى مهم اسمه البروجكت مانجمنت اوفيس او البي ام او. البي ام او هي اداره مركزيه، تمام، بتتابع اداء المشروعات اللي موجوده داخل الشركه وبتساعد مديرين المشروعات بشكل او باخر. طبيعه كل شركه بتختلف عن اي شركه اخرى بالنسبه لتنظيمها لاداره المشروعات ومديرين المشروعات والهيكل الاداري اللي هم بيشتغلوا داخله، ولكن اغلب ادوار مكتب اداره المشروعات اولا ان هو بيقدم السبورت لمديرين المشروعات، بيديهم جايدنس، بيديهم تمبلتس، بيديهم تفاصيل، بيديهم بزنس داتا، بيديهم احيانا انفورميشن تساعدهم في اداره المشروعات. بعد كده البي ام اوفيس بيحاول ان هو يعمل ميثودولوجي او بروسيس موديل كل المشروعات تمشي عليه، تمام، ويحاول يعمل تريننج لمديرين المشروعات بالمعلومات اللي هي لازماهم والسكيلز اللي هي لازماهم عشان يقدروا يقوموا بدور مدير المشروعات. البي ام اوفيس وفقا للشركه، لو هو واخد الشركه شركه مقسمه بشكل بروجكتايزد، بيكون دور بي ام اوفيس قوي جدا، احيانا بيوصل ان هو دايركتيف لمديرين المشروعات، لو اقل شويه بيبقى كنترولنج، لو اقل شويه بيبقى مجرد سبورتيف فقط، فهو بيوفر الجايدنس و الفولو اب من بعيد مع اداره المشروعات.
من المصطلحات المهمه في علم اداره المشروعات نبقى عارفينها ان في ستاندرد وفي ريجوليشن، في معايير دوليه معايير عامه انترناشونال تمام، وفي ريجوليشنز في قوانين ملزمه للمشروعات. الستاندرد هو معيار او مجموعه معايير لصناعه معينه غير ملزمه للناس اللي شغالين في الصناعه دي ان هم يمشوا عليها، زي الايزو. احيانا انا ممكن اكون شغال في صناعه معينه ومش ملتزم بالايزو ستاندردز بتاعتي، ولكن انا لو عايز اخد الايزو ستاندرد واحط المنتج على المنتج بتاعي ليبل الايزو، فانا مضطر ان انا ساعتها التزم بالستاندرد ده. اما لو انا مش محتاج الليبل بتاع الايزو او مش مفروض عليا الايزو دي، فبالتالي الايزو عباره عن ستاندرد فقط. اما الريجوليشن شيء امبوزد من الجوفرنمنت، شيء مفروض عليا ان انا اطبقه تمام، فالتطبيق الشيء ده ما عادش اختياري لاداره المكان او اداره الانتاج، ولكن اصبح الزامي عليها، فبقى ريجوليشن ما عادش ستاندرد. ده الفرق ما بين الستاندرد والريجوليشن. في الستاندرد كومبلاينس از نوت مانداتوري، اما في الريجوليشن كومبلاينس از مانداتوري. طيب نيجي بعد كده للاورجانيزيشنال ستراكشر، الهيكل التنظيمي للشركات وفقا لتقسيم واداره المشروعات. يعني ايه؟ يعني لما نيجي نبص على اقصى اليمين هنا هنلاقي ان انا عندي الشركات نوعين، يا اما بروجكتايزد يا اما فانكشنال. اقصى اليسار هي شركات فانكشنال، واقصى اليمين هي شركات بروجكتايزد. شركات البروجكتايزد هي شركات قائمه على المشروعات، يعني شركات في دي الراس الكبيره او راس الهرم فيها بيكونوا مديرين المشروعات. مدير المشروع هو معاه جميع الصلاحيات تمام، انه يعين، انه يرفض، انه يقيم، انه يبدا مشروع، انه يصرف في المشروع، فهو معاه جميع صلاحيات المشروع. فريق العمل دايما بيريبورت لشخص واحد اللي هو مدير المشروع. طيب طب الشركات القائمه على الوظائف الفانكشنال، يبقى عندي مجموعه من الادارات، اداره الانتاج، اداره التخطيط، اداره المتابعه، اداره كذا، اداره كذا، اداره التعبئه، اداره التغليف، اداره الشحن، كل اداره فيها فريق العمل الخاص بيها وبتكون قائمه على الوظائف. فبالتالي ما بيكونش فيها مديرين مشروعات، وفي الغالب بيكون اغلب اعمالها اوبريشنال مش بروجكتايز، ما بيكونش اعمال ما بتكونش اعمال مشروعات، ولكن بتكون اعمال وظيفيه كل بيحصل فيها عمليات دوريه متكرره زي ما قلنا اوبريشنز مش بروجكتس. طيب لو رحنا لاقصى اليمين هنلاقي ان مدير المشروع البروجكت مانجر اوثوريتي هاي، اعلى حاجه خالص، معاه اوثوريتي عاليه جدا. الريسورس افيلابيليتي طبعا هو متاح معاه كل الريسورسز لان هم بيربورتوا ليه هو مباشره، واللي بيدير المشروع والبادجت بتاعته هو بروجكت مانجر، والرول بتاعته فول تايم، والادمنستريتيف ستاف الخاصين باداره المشروعات برضو موجودين فول تايم. في الفانكشنال في العكس بيكون صحيح، اللي بيقوم مدير المشروع ملوش اوثوريتي، وغالبا ما فيش موجود مشروع اصلا مدير مشروع، الريسورس افيلابيليتي مش متاحين او صعب جدا لو هو حتى عيننا مدير مشروع، بيكون دوره تنظيمي شرفي، ما بيكونش معاه صلاحيات، لازم يطلع لمدير كل قسم يستاذنه ياخد الريسورس يشتغل معاه في جزئيه معينه، وبعد كده يرجعه تاني للاداره الخاصه بيه. فالكوميونيكيشن بيكون صعب جدا، الريسورس بيعمل ريبورتنج ساعتها للفانكشنال مانجر قبل ما بيكلم مدير المشروع، فمدير المشروع ما بيكونش معاه صلاحيات خالص. في بعض الشركات بتشتغل بموديل متوسط ما بين الفانكشنال والبروجكتايزد اللي هي الماتريكس. الموديل الماتريكس ده بيكون فيه مدير مشروع وفي نفس الوقت بيكون فيه مدير قسم تمام، مدراء اقسام. فبالتالي لو هي سترونج ماتريكس مدير المشروع بيكون معاه صلاحيات قويه تمام، وبيكون قوته في الاداره اكبر. انما لو هي ويك ماتريكس فبيكون الصلاحيات الاكبر مع مدراء الاقسام، ويكون التقسيم ويكون التقسيم والكوميونيكيشن صعب جدا داخل المشروع تمام. فطبعا اهم الاسئله اللي هتجيلي في الامتحان جزئيتين، الاكثر المالتيبل ريبورتنج بيكون فين؟ المالتيبل ريبورتنج بيكون في الماتريكس، وفي الغالب بيكون في الويك ماتريكس تمام. طيب المشكله الثانيه مشكله الكوميونيكيشن،
ايه اصعب كوميونيكيشن بتواجه مدير المشروع لما تكون الشركه فانكشنال او ميك ماتريكس؟ تمام. فطبعا اصعب كوميونيكيشن بتكون في الفانكشنال او في الويك ماتريكس. طيب بروجكت ستيك هولدرز، ايه هي البروجكت ستيك هولدرز؟ مين هم الستيك هولدرز؟ بروجكت ستيك هولدرز هم اصحاب المصالح داخل المشروع، يعني اي شخص قد يؤثر او يتاثر بالمشروع سلبا او ايجابا. يعني ايه؟ يعني انا عندي في اشخاص مهمين داخل المشروع ممكن يوقفوا المشروع، ممكن يقولوا للمشروع يبدا، ممكن يزودوا البادجت، ممكن يقللوا البادجت، ممكن يزودوا التايم ويقللوا التايم. زي مين؟ زي البروجكت مانجر، زي الكاستمر، زي الكمباني. في بعض الشركات مش مهتمه بالمشروع، او في بعض الانتيتيز مش مهتمه بالمشروع بشكل اساسي، ولكن هي بتمنح تراخيص معينه لازمه لاستكمال المشروع، بتوفر ريسورسز معينه، بتوفر ماتيريالز، بتوفر رو ماتيريال. فبالتالي بالنسبه لي برضو يعتبروا بيؤثروا على المشروع، فبالتالي بالنسبه لي يعتبروا ستيك هولدر. فالستيك هولدر ممكن يبقوا داخليين زي البروجكت تيم، منهم البروجكت مانجر والبروجكت مانجمنت تيم والنون بروجكت مانجمنت تيم. طيب ممكن يبقى الموظفين اللي شغالين معايا في الشركه، ممكن يبقى الكاستمر، ممكن يبقى السبونسر، ممكن يبقى البورتفوليو مانجر والبروجرام مانجر، ممكن يبقى البروجكت مانجمنت اوفيس، ممكن يبقى الفندورز اللي انا بشتغل معاهم. كل دول بالنسبه لي ممكن يعتبروا ستيك هولدرز. تمام. ومن دور مدير المشروعات انه يدير جميع الستيك هولدرز اللي موجودين في المشروع بشكل فعال. يجي عندي معلومه مهمه جدا او مصطلح هيتكرر معانا كتير جدا، اللي هو الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس. ايه هي الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس؟ الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس هي مجموعه البروسيس اسيتس، او هي البلانز والبروسيسز والبوليسز والبروسيجرز، جميع المستندات والمخططات والمناهج اللي شغالين عليها الانظمه الداخليه داخل الشركه اللي انا بشتغل عليها اداره المشروعات بتاعتي. فبالتالي انا بقدر استخدمها وبتقلل عليا مجهود ان انا اكرر ان انا ابني البروسيس اسيتس دي من الاول. تمام. يعني انا عندي بلاننج تولز، عندي تمبلتس بشتغل بيها، عندي ادوات، عندي ليسون ليرند، كل دي بعتبرها اورجانيزيشن بروسيس اسيتس بستخدمها داخل المشروع، بتقلل عليا المجهود في اداره المشروع وبتوفر وقت وجهد على مدير المشروع. يجي عندي مصطلح تاني برضه هيكرر معانا كتير، اللي هو المؤثرات الخارجيه البيئيه على المشروع، اللي هي بنسميها الانتربرايز انفيرومنتال فاكتور، او في الغالب هنسميها EEF. انتربرايز انفيرومنتال فاكتور هي الكونديشنز اللي خارج سيطره مدير المشروع وفريق اداره المشروع، اللي قد تؤثر على المشروع من ناحيه الوقت او الكوست او الكواليتي. زي مثلا الكالتشر الموجوده داخل المنظمه، التقسيم الوظيفي داخل المنظمه، الجفرنس سيستم اللي هو نظام حوكمه العمليات داخل الشركه، الاندستري ستاندردز، الستاندردز اللي موجوده في الاندستري اللي الشركه بتعمل فيها، او الماركت بليس كونديشنز زي الاتفاقات الطويله المدى بين الشركه وبعض الموردين، وبالتالي بالنسبه لي بتفرض عليا اختيارات معينه اثناء تنفيذ المشروع. كل دي كلها بنسميها انتربرايز انفيرمنتال فاكتورز. ده الفرق ما بين الـ OBA والـ EEF. تمام. يجي عندي حاجه اسمها البروجكت جوفرنانس. ايه هو البروجكت جوفرنانس؟ البروجكت جوفرنانس هو نظام شامل لمتابعه جميع العمليات اللي بتتم داخل المشروع عندي. البروجكت جوفرنانس فريم ورك بيزود مدير المشروع الاستراكشر، البروسيسز، الديسيشن ميكنج مودلز، التولز اللي بيدير بيها المشروع اثناء المشروع علشان تضمن نجاح المشروع. يعني هو عامل زي اطار عام، مدير المشروع لازم يمشي الخطوات بتاعته بشكل كامل علشان يضمن نجاح المشروع. وطبعا كل ما التزم مدير المشروع بالجوفرنس فريم ورك اللي هو ماشي عليه، كل ما كان احتمال نجاحه اكبر، لان هو بيتلافى المشاكل اللي وقع فيها غيره قبل كده. طيب بعد كده ننتقل لنقطة مهمة اللي هي البروجكت لايف سايكل. لما باجي اخطط للمشروع عندي نوعين من اللايف سايكل، او ثلاث انواع من اللايف سايكل. النوع الاول بنسميه الووتر فول موديل او البريدكتيف لايف سايكل. البريدكتيف لايف سايكل من اسمها معناها ان عندي البلان متوقعة من اول يوم في المشروع.
فبالتالي انا بعمل الريكويرمنت كامله، بعد كده بعمل الفيزابيليتي كامله، بعمل البلانينج كامل، بعد كده بعمل الديزاين، وبعد كده الكونستراكشن، وبعد كده التستنج، وبعد كده الايه التريننج، وهكذا. فبالتالي انا باخد كل مرحله من المشروع لاني عارف المتطلبات كلها مره واحده، فبخلصها كلها مره واحده. طيب ده بنسميه الفولي بلان دريفن، يعني كل حاجه بتتعمل في الخطه الاول وبعد كده امشي على الخطه لمده سنه سنه ونص لحد انتهاء المشروع. احيانا في بعض المشروعات ما بيكونش عارف مدير المشروع او ما يقدرش ياخد كل المتطلبات الخاصه بالمشروع كامله، لان احنا شغالين مثلا في امرجنسي ماركت او شغالين في سوق متغير المتطلبات، فبالتالي المشروع بيبتدي على سكوب صغير وبعد كده السكوب بيقعد يكبر يكبر في مراحل، فبالتالي بيبقى متقسم ايتريشن، عشان كده بنسميه ايتريتيف لايف سايكل. كل مرحله بناخدها على انها مشروع صغير من المشروع، وبتكون اوقاتها صغيره جدا. بعد كده يجي عندي مرحله ثالثه، وهي او نظام ثالث في اللايف سايكلز للمشروع، بنسميها الادابتيف لايف سايكل. الادابتيف لايف سايكل او بنسميها اللي طبعا ماشي عليها نظام الاجايل في اداره المشروعات، المشروعات اللي هي متطلباتها اولا نوت كلير في البدايه، ثانيا اغلبها بيكون بروف كونسبت في الاول، يعني اغلبها بيكون العميل مش متاكد من احتياجه للريكويرمنت دي، فبالتالي انا بعملها واتاكد ان هي سليمه وكويسه والعميل فعلا هيستخدمها، وبعد كده ابتدي اضيف عليها. يعني العميل بيغير بشكل متواصل اثناء وقت المشروع. طيب فبالتالي عشان العميل بيغير بشكل كتير جدا، لازم اللايف سايكل دي تكون تشينج دريفن. تمام، يعني لازم تكون تشينج دريفن. يعني ايه؟ لازم تكون مراحل التنفيذ مبنيه بطريقه مرنه جدا تقبل التغييرات في اي وقت. لازم يكون النظام اللي انا شغال عليه مرن برضو بيقبل التغييرات، ما ينفعش ان انا التزم بحاجات طويلة المدى اثناء التنفيذ، او اشتغل على ادوات بتاخد وقت طويل لان الكاستمر ما عندوش الامكانية للانتظار فترات طويلة، فلازم استخدم ادوات تطلع نتائج سريعة، وفي نفس الوقت الفريم ورك اللي انا بشتغل عليه يقبل التغييرات بشكل مستمر. تمام، طبعا التغييرات لازم تكون خلال فترات معينه، يعني ما ينفعش ان انا كل يوم في تغيير، ولكن على الاقل كل مثلا اسبوعين او ثلاث اسابيع، كل فتره من الثلاث اسابيع دي بنسميها اتريشن صغيره، واحيانا بتبقى اصغر من اتريشن فبنسميها سبرنت لو احنا شغالين بنظام السكرام. تمام، وبنمشي سبرنت باي سبرنت لحد لما بنخلص المشروع. فبالتالي انا عندي كام طريقه من اللايف سايكلز. اول حاجه البريدكتيف اللي هي الفولي بلان دريفن، تاني حاجه الاتريتيف اللي هي بتمشي بشكل مراحل، تالت حاجه اللي هي الادابتيف اللي هي بنقسم فيها المشروع لاصغر طريقه اصغر وقت ممكن بالنسبه للمشروع. طيب لو احنا بنسال سؤال بنقول الريسك بالنسبه للمشروع مع التايم لاين او مع وقت المشروع، هل الريسك في اول المشروع او نسبه توقع الفشل للمشروع في اول مشروع بتكون عاليه ولا قليله؟ بتكون طبعا توقع الفشل كبير جدا، انما لو تم انجاز بعض الاعمال بيقل توقع الفشل وبيزيد احتمال النجاح، فبالتالي الريسك للفيلير بيقل اثناء المشروع. فاللاين اللي ماشي معايا من فوق لتحت ده او البيرت لاين ده هو بالنسبة لي المؤشر الخاص بالريسك، اما تكلفة التشينج هي اللي بترتفع معايا. يعني لو انا في اول المشروع وحصل ان الكاستمر طلب مني تغيير وانا لسه في مرحلة البلاننج، فبالتالي الكوست هي ان انا بغير شوية المستندات اللي انا بعمل عليها البلاننج. طيب لو انا تم التنفيذ بالفعل وبدأنا انشأنا دور واثنين وثلاثة والكاستمر عايز يعدل شيء ويعمل دوبليكس مثلا بين الدور الاول والدور الثاني، فبالتالي تكلفة التشينج بتزيد جدا. فتكلفة التشينج بتزيد مع التايم لاين، اما احتمال فشل المشروع بيقل مع التايم لاين، ودي العلاقة ما بين الريسك اند انسرتينتي والعلاقة مع الكوست اوف تشينج. البروجكت لايف سايكل، البروجكت لايف سايكل تمام، زي ما قلنا ان انا عندي خمس مراحل داخل المشروع: انيشيشن، بلانينج، اكسكيوشن، مونيتور اند كنترول، اند كلوجر.
دي الخمس مراحل الاساسيه اللي بيتم داخل المشروع. وزي ما انتم شايفين الانيشيشن بيبدا في الاول، بعد كده البلاننج يحصل مع البلاننج اكسكيوشن وارجع اعمل ريبلاننج، وبعدين اكسكيوشن وارجع اعمل ريبلاننج وهكذا، وفي الاخر اعمل كلوجر واسلم الدليفرابلز الخاصه بالمشروع. هلاقي ان انا معايا مرحله ماسكه المشروع من اوله لاخره، المرحله اللي هي المظلله دي هي مرحله المونيتور اند كنترول. في دايجرام تاني بيوضح برضو عمليه ان انا عندي البروسيسز الخاصه بالمشروع او البروسيس جروبس ان هي ماشيه بشكل اتريتيف. الشكل اللي تحت ده بيبين ان انا عندي وقت المونيتور اند كنترول ده واخد من داي زيرو لحد اخر يوم في المشروع، ده وقت المونيتور اند كنترول. وقت البلان وقت الانيشيشن يبدا في اول يوم، بعديه يبتدي شويه، بعدها شويه البلاننج، بعدها شويه الاكسكيوشن، وفي قبل نهايه المشروع بفتره يبدا معايا الكلوجر لحد ما يوصل لاخر يوم، ده وقت الكلوجر. فبالتالي زي ما انتم شايفين ان العلاقه بينهم مش مرحله بتنتهي والمرحله اللي بعدها بتبتدي، لا هي مجموعه اكتيفيتيز بتتم بشكل على التوازي. تمام، ممكن اكون بعمل بلاننج في جزئيه في المشروع وبعمل كلوجر احيانا، او بعمل اكسكيوشن لجزئيه تانية في المشروع اللي انا شغال عليه. تمام. طيب تقسيمه البروسيس جروبس مع النوليدج ارياز اللي احنا هنشتغل عليها هي دي الجزئيه اللي احنا هناخدها من الانتجريشن، وبعد كده هناخد انتجريشن في اخر يوم ان شاء الله في دراسه اداره مشروعات. المخطط اللي واضح قدامنا ده هو متقسم على صفحتين. المخطط الاول بيقول بيقول ان انا عندي خمس مراحل او process groups: initiation, planning, execution, monitor and control and closure، وعندي 10 مناطق معرفة. بنبدأ من رقم 4. ليه بنبدأ من رقم 4؟ لان ده شابتر 4 في البينبوك. تمام، فالانتجريشن هو شابتر 4، السكوب هو شابتر 5، ولكن اول مرحلة او اول نوليدج اريا بنشتغل عليها من شابتر 4 هو الانتجريشن، يليه السكوب، بعديه التايم، بعديه الكوست، بعديهم الكواليتي والاتش ار والكوميونيكيشن والريسك، وبعد كده البروكيورمنت والستيك هولدر اخر مرحله. هنعدهم هنلاقيهم 10 نوليدج اريا وخمسه بروسيس جروبس. طيب لما نيجي نبدا خالص المشروع هنلاقي ان المشروع بيبدا من عمليه الانيشيشن. فاول حاجه بتحصل في الانيشيشن ان محتاج انا كشركه اعمد مدير مشروع واعمل دوكيومنت مهمه جدا اسمها بروجكت تشارتر. البروجكت تشارتر هي وثيقه، تمام، بتعمد مدير المشروع او بتاساين مدير المشروع على المشروع، وبتدي له اوثوريتي انه يبتدي يكون فريق عمل ويبتدي يدرس المتطلبات الخاصه بالمشروع. واول حاجه بيعملها مدير المشروع اول ما بنعمل ديفلوب للبروجكت تشارتر بيروح يعمل حاجة اسمها Identify Stakeholder، بيعرف أصحاب المصالح اللي موجودين في المشروع. دي أول مرحلة خالص بيقوم بيها مدير المشروع، إنه يعمل Identify Stakeholder ويعرف أصحاب المصالح، وبيطلع بدوكيومنت اسمها Stakeholder Register. بعد كده مدير المشروع يبدأ يعمل Project Planning، وبعد كده Scope Planning وبالأكتيفيتيز اللي موجودة في السكوب. بعد كده يعمل تايم بلاننج. يعني ايه سكوب بلاننج؟ يعني هو هيحدد نطاق المشروع، يتفق مع الكاستمر ايه اللي موجود داخل المشروع وايه اللي مش موجود، ايه اللي هيتعمل وايه اللي مش هيتعمل، ايه البنود اللي علينا وايه البنود اللي مش علينا. بعد كده يبتدي يعمل مخطط زمني للمشروع ويطلع بالبروجكت سكادول. بعد كده يعمل تكلفه المشروع ويحدد البيز لاين للكوست، فيطلع بحاجه اسمها كوست بيز لاين، البادجت بتاعتنا او البادجت بيز لاين. بعد كده يبتدي يعمل الكواليتي مانجمنت، يبلان للكواليتي، يبلان للاتش ار، يبلان الكوميونيكيشن، يبلان المخاطر اللي ممكن تقابل المشروع، ويعمل الميتيجيشنز البلان الخاصه بيها. يعني اي مخاطر موجوده للمشروع زي ما قلنا مدير المشروع لازم يكون برو اكتف بيرسون، فبالتالي لازم يتوقع المخاطر ويقيس المخاطر بطريقه اسمها كوانتيتيف ريسك اناليسيس. بعد ما يوصل لتقييم نوعي وتقييم كمي للمخاطر يبتدي يعمل بلان للريسبونسز اللي هيتم، يعني ازاي هيعمل خطه لتلافي المخاطر المتوقعه او لتعظيمها. لان احنا لما هناخد الريسك هنعرف ان الريسك مش بس مخاطر سلبيه، ولكن احيانا بتكون مخاطر ايجابيه للمشروع. بعد كده يجي عندي البروكيورمنت اللي هو اداره التوريدات، فمدير المشروع لازم يخطط توريدات المشروع ويخطط الكوميونيكيشن مع الستيك هولدرز اللي بيتعامل معاهم والانجيجمنت بتاعه.
بعد ما بيعمل بلاننج مدير المشروع، وزي ما انتم شايفين ان اكتر نقط موجوده عندنا موجوده في البلاننج. طيب احنا عندنا كام بروسيس جروب، وعندنا كام بروسيس، عندنا كام بروسيسز موجوده داخل المشروع؟ عندنا 47 بروسيسز، تمام، 47 عمليه داخل المشروع. طيب اكترهم فين؟ اكترهم في البلاننج وفي المونيتور اند كنترول، تمام كده. يعني الموضوع مش متوزع بالترتيب، الانيشيشن فيه كده كذا والبلاننج فيه كذا، لا، هو طبعا اكتر مجهود بيبذل فيه المشروع مدير المشروع وفريق اداره المشروعات، اكتر بروسيسز، اكتر بروسيس جروبس بيتم فيها مجهود هو عمليه البلاننج والمونيتور اند كنترول. الاكسكيوشن بيتم فيها عمليه دايركت اند مانج بروجكت ورك، بيتم فيها الكواليتي اشورنس، بيتم فيها اكوايرنج بروجكت تيم، مدير المشروع بيبتدي يعين فريق العمل ويدربهم ويتابع ادائهم، وبعد كده يمانج التواصل، يدير الكوميونيكيشن بينهم، ويشتري او يوفر البروكيورمنت اللي محتاجها المشروع، التوريدات، ويمانج الانجيجمنت مع الستيك هولدرز. بعد ما الاكسكيوشن بيتم تنفيذ اعماله، بيروح للمونيتور اند كنترول بروسيس جروبس، يعمل مونيتور اند كنترول للبروجكت وورك، ويتابع المخطط مقابل الانجاز الفعلي، تمام، ويعمل حاجه اسمها بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول. مين هم التشينج كنترول؟ التشينج كنترول هم فريق عمل موجود داخل المشروع بيرقصهم مدير المشروع، طبعا فريق عمل مخصوص لاي تشينج قد انه يحصل داخل المشروع. ما ينفعش اي تغيير في اي شيء كان في اجريمنت داخل المشروع وتم بناء عليه بيز لاين ان انا اغير الموضوع ده بدون ما ارجع لفريق اسمه تشينج كنترول بورد. التشينج كنترول بورد دول فريق اداره التغييرات داخل المشروع، وبيقيس هل فعلا التغيير ده نقدر ننفذه ولا لا، التغيير ده هيأثر على متطلبات المشروع بشكل قد ايه، هيأثر على وقت المشروع بشكل قد ايه، هيأثر على تكلفة المشروع بشكل قد ايه، ويدرسه ويقدم الدراسة دي للإدارة او لمدير المشروع، وبناء عليها مدير المشروع يبتدي يقبل او يرفض التشينج ريكوست، طبعا بعد التفاوض مع الكاستمر على تكلفة التشينج ريكوست دي لو هي ليها تكلفة معينة. بعد كده بعد ما بيحصل المونيتور اند كنترول بالنسبه للكنترول البروجكت وورك والانتجريتد تشينج كنترول، بنروح نعمل فاليديشن للسكوب ونتاكد ونعمل عمليه فورمالايز للاكسبتنس، نسلم الجزئيات ونتاكد ان العميل فعلا هو اللي عايز السكوب اللي بيتم تنفيذه، وبنعمل عمليه اسمها كنترول السكوب وكنترول السكادول وكنترول الكوست وكنترول الكواليتي وكنترول الكوميونيكيشن وكنترول الريسك كنترول البروكيرمنت كنترول الستيك هولدر انجيجمنت. دي كلها عمليه مقارنه ما بين البلاند مع الاكشوال. منها دايما بنطلع ببروجكت انفورميشن بيرفورمانس انفورميشن، وبنطلع بيها بتشينج ريكويست عشان لو فيها اي تغيير هيحصل. طيب عمليه الكلوجر فيها مرحلتين، مرحله في البروكيرمنت ومرحله في الانتجريشن. طبعا احنا في البدايه لازم نقفل البروكيورمنت الاول، لازم لو في توريدات مفتوحه نعمل كلوز للبروكيورمنت، يعني نقفل العقود ونخلص المستخلصات المفتوحه داخل المشروع، وناخد مخلصات مع كل الموردين قبل ما نروح للكاستمر ونعمل معاه ادمنستريتيف كلوجر للمرحله او للفيز اللي انا شغال عليها في المشروع دي. هي الخطوات اللي احنا شفناهم ال 47 مرحله دول هم ال 47 بروسيسز اللي احنا محتاجين نحفظهم ونعرف التسلسل بتاعهم، لان مهم جدا ان هم يتم تنفيذهم بشكل متسلسل، لان مرتبطين ببعض بشكل مهم جدا. دي بالنسبه لي كانت المعلومات اللي احنا محتاجينها في اول جزئيه في الفريم ورك. شكرا لحسن استماعكم، وان شاء الله اشوفكم في اليوم الجاي في السكوب مانجمنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.